سلام حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رحب بالمشتركات جد، نقول اهلا وسهلا بكم معنا. بلا مسا المشتركات وحبيباتي اللي معايا، نقول حبيباتي راكم منوريني. هنا حبيباتي راح يعني يكون روتيني معايا خفيف حتى للعشاء، يعني راح ندير نحضر العشاء نتاعي، يعني راح ندير عشاء خفيف. يعني صراحه بقالي شويه كسكاس من نهار، يعني ما نشرح ما راح نحطه ثاني في العشاء. سمع لي هذه، راح ندير يعني شويه يعني شويه شكشوكه وندير باذنجان، يعني يجي هايل صدقوني. لو تجربوا هذه الطريقه تاع باذنجان تجي رائعه، خاصه اللي بيحبوش الاولاد تاعهم يعني افراد العائله تاعهم ياكلوا، يعني بهذه الطريقه راح ياكلوا. هنا انا عندي راح ندير يعني الشكشوكه، راني كنت نحسب انا كنت روحي راني نصور، وانا للاسف ما كنتش نصور. هنا راه عندي الفلفل تاعي والطماطم والبصل والثوم، راني قطعتهم يعني بعد ما غسلتهم وقطعتهم. دوك نديرهم في القميله ونغطي عليهم ونطيب التكتوكه تاعي. كنت يعني تشاركت معكم الطريقه من قبل، كنت نحطها لكم في صندوق الوصف. وهنايا راح ندير معكم الباذنجان. انا هنا دوك نقشر الباذنجان تاعي ونكمل معكم. هنا راح نقشر الباذنجان تاعي، يعني هنا انا توجور نحط كيس فوق البوطاجي تاعي يعني وين نخدم، باش تسهل عليا المهمه تاع يعني رمي الاوساخ حاشاكم. جيب الموس الاخر، هذا وحفة. هنا بعد ما قشرت الباذنجان تاعي راح نقسمه، يعني باش نقطعو مكعبات. هنا راح نقطع الباذنجان تاعي مكعبات. كما قلت لكم هنا يعني بعد ما قشرت الباذنجان تاعي قسمتها الى شرائح، وكل شريحه يعني نقسمها الى مكعبات كما راكم تلاحظوا. يعني صراحه انا نحب الباذنجان يعني ونحبه يعني بجميع الطرق. مي عندي كاين افراد من العائله تاعي كاين اللي ما يحبوش، بصح كي نديروا لهم بالطريقه هذه يولوا ياكلوه. كي جيت نديرها قلت علاش ما نشاركش معكم الطريقه، وكنت شاركت معكم يعني من قبل زوج وصفات في الباذنجان، يعني رجعوا للقناه تلقاوهم، خاصه يعني المشتركات الجديدات. وكنت درت لكم به سلطه بابا غنوج يعني بالطريقه نتاعي، ثاني كذلك راكم تلقاوها في القناه. معليش اسكو كاين اللي يحبوا الباذنجان كيما انا؟ والله لا انا صراحه انه والله يعني هو يعني من الخضر اللي نحب ناكلها انايا. انا كمل قطع الباذنجان تاعي كامل ونرجع لك. هنا بعد ما كملت قطعت الباذنجان تاعي كامل، هنا يعني في هذه الاثناء انا درت البورما تاعي تغلي. هنا قشرت زوج سنات تاع ثوم، راح نديرهم كذلك يفوروا مع الباذنجان. واللي ما عندهاش يعني ثوم هكذا يعني تقدر دير ثوم يعني بودره، ولا دير ثوم تاع الثوم المعجون. هنا التوابل اللي نحتاجوهم، نحتاجو ملح
كما قلت لكم هنا تاو بلي نحتاجو ملح، نحتاجو قليل من الكمون، ورشه من الفلفل الاسود. نخلط الباذنجان تاعي مع التوابل هذوك، ونفرخهم في الكسكاس ونديرهم يفوروا. هاي لكم، اتمنى الصوره تكون واضحه. الباذنجان تاعي مع التوابل دوك نديرو يفور ومنا نرجع لكم. هاوليكم الباذنجان تاعي هنا درته في الكسكاس، راني راح نحطو يفور، كيفور نرجع نكمل معكم. وهنا راني عجنت الكسره وحطيتها، دوك نحلها ونطيبها. يعني كنت شاركت معكم طريقتي لتحضير الكسره، رجعوا للفيديوهات تاعي السابقه تلقاوها. انا التكتوكه تاعي راهي طيب، والباذنجان تاعي ديجا بريسكا وفار، دوك نكملوا الطريقه مع بعض. هنا هاوليكم الباذنجان تاعي بعد ما فار فرغته في المقلاه. هنا يعني ما حندير حتى حاجه، يعني باسكو راه فيه الكمون، فيه يعني تكون درت السنه تاع الثوم وملح وفلفل اسود. هنا يعني راح نضيف له، يعني بعد ما فار درت في المقلاه راح نضيف له شويه تاع زيت، ونخليه يتقلى شويه مع هذاك الزيت، ومن بعد نضيف له الفرماج. دوك نحطوه يتقلى شويه مع الزيت ونكمل معاه. هنا هاي لكم الباذنجان تاعي مع كي درت لها شويه زيت تقلات مع بعض. دوك هنا راح نضيف لها الفرماج. هنا حليت الكسره تاعي، يعني العجينه تاعي تاع الكسره حليتها كما راكم تلاحظوا. هنا دوك نديرها في الطاجين نطيب، ومن بعد نوريكم شكلها النهائي. هنا هاوليكم الباذنجان تاعي هنا صار جاهز، يعني دوك انا طفيت عليه ونخليه حتى لوقت العشاء، ومن بعد نوريكم بصح التقديم. هنا درت الكسره تاعي في الطاجين، هنا راح نخرقها بالشوكه كما راكم تلاحظون، نخليها طيب نوريكم شكلها النهائي. هنا يعني ضفت له شويه معدنوس، شويه فلفل حار باسكو نحب الحار. ضفت له يعني قطعت شويه فلفل حار مع شويه معدنوس، ودرتهم للباذنجان تاعي مع الفرماج. دوك نخلطهم مع بعض، ومن بعد نوريكم شكلهم النهائي. هنا هاي لكم التكتوكه تاعي صارت جاهزه، يعني طاب التكتوكه وطاب لي الباذنجان، والكسره راني نطيب فيها. دوك كي طيب نوريكم شكل العشاء النهائي تاعي. هنا هاي لكم الكسره تاعي طابت، دوك وعليكم السلام تبارك. هنا هاي الكسره تاعي هاي طابت، دوك نقطعها ونحطها في الطبق، نوريكم العشاء النهائي تاعي، يعني عشاء خفيف. قلت لكم كان عندي شويه كسكس بقالي من الغداء. هاو لكم العشاء تاعي صار جاهز، التكتوكه تاعي هاي صارت جاهزه. هنا قليت شويه فلفل حار مع حطيته مع الزيتون. الكسره تاعي ها هي صارت جاهزه. هاي لكم، والطبق تاعي تاع باذنجان ها هو شكله النهائي. انا هنا زينته باف بشويه تاع فرماج، يعني تزيين كان بسيط لكم الاختيار. كما قلت لكم في الاخر انا ضفت له شويه معدنوس وشويه فلفل حار باسكو نحب الحار. هذه درتهم، وهذا هو عشانا، عشا خفيف وظريف مع شويه تاع كسكاس هاو يسخن. هذا هو العشاء تاعنا، خفيف وظريف. ها ليكم حبوباتي، نتمنى يعني تجربوا التكشوكه وتجربوا الباذنجان وتعطوني اراءكم عليهم. يعني طبق صيفي خفيف مادام زلنا في ايامات تاع الصيف، يعني وساهلين تمتم تليكيتي على روحك. هذا واش نقول لكم حبوباتي، صح عشاكم. هنا حبوباتي حنغسل الماء نتاع العشاء يعني، ومن بعد ندير لكم جوله في المطبخ نتاعي. كان مشتركه قالت لي ورينا المطبخ تاعك، دوك نغسل الماء ونوريكم المطبخ تاعي. انا هنا نديرت البغوان تاعي، نغسل الاواني تاعي كامل يعني. وبعدها نكمل معنا.
انا حبوبتي انا غسلت لما عندي العشاء، وزدت غسلت العيون تاع الكويزينير، راني حطيتهم يقطرو. دوك نروح نغسل نمسح الفور يعني، ومن بعد نكملوا مع بعض. انا اللي حندير لها ليزيس ونغسلها. انا بعد ما لميت لما رجعتهم بلاصتهم يعني، هنا حنغسل البوطاجي تاعي. دوك نوريكم واحد يعني تدبيره يعني دائما نديرها بالشبقه اللي البوطاجي تاعي نظيف والعين تاعي تلمع. انا هنا درت شويه ايزيس شويه جافيل، راني نحك في البوطاجي تاعي. دوك نشلو ونمسحو ونكمل معكم. هنا حبوباتي بعد ما شللت البوطاجي تاعي، هنا كما قلت لكم عندنا هذه الفلوطوار تاعي، هذه البشباشه فيها يعني خل ابيض وماء. دوك راح نرش بها البوطاجي تاعي يعني. انا غادي نستعملها في الرخامه، ودوك نمسح بالشيفونه يعني باش يبقى لي البوطاجي تاعي معقم، يعني باش ما نكثرش القرع على روحي سما نفسها يعني ونخدم بها. وهنايا دوك نخليها واحد 5 دقائق ما بين حكيت عندي الليمون وندير الملح ونحك به العين تاعي. دوك ندير لها الملح ونحك به العين تاعي. هايلكم حبيباتي، انا بعد ما كملت شللت العين تاعي من القارص والملح ومسحت البوطاجي تاعي مليح، ومن بعد مسحته بشيفونه ناشفه. دوك هنا باش يبقى لي مليح ويبقى لي يبري يعني بورق المطبخ نمسح عليه. نمسحو مليح ونرجع لكم. هاو لكم البوطاجي تاعي كيفاش صار، هاي لكم العين تاعي كيفاش راهي يعني تبري. ها يبقى نظيف باش الصباح كي نوض نلقى البوطاجي تاعي نظيف. انا نحب لازم تجول الكوزينه تاعي في الليل تكون يعني نظيفه باش الصباح كي نوض نكون اليز مرتاحه. ندخل الكوزينه لازم نلقاها نظيفه باش نرتاح. هاي لكم. هنا مسحت الفور، مسحت البوطاجي تاعي كامل. هنا حبوباتي بعد ما غسلت الماء ومسحت البوطاجي تاعي، راح نزين الكوزينه كش ما يكون تخفيها ونعدل لها النشافه بالصباح تكون حاله نظيفه تشعل شعيل كما يقولوا. انا نزين ونرجع. هنا بعد ما باليت راح نعقب النشافه يعني باش تبقى لي الكوزينه نظيفه. راح ندير قطرات من صانيبون، قلت لكم صانيبون هنا ما غير دول شويه ماء يعني باش ما يخليليش لي طراس في الكلاج. هذا علاه درت الماء يعني باش ما يخليليش لي طراس في الكلاج. هذا ما كان. انا نمسح الكوزينه ونرجع لكم. هنا هاي صارت الكوزينه تاعي نظيفه يعني. هاي لكم. كان هذا الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ديروا لي جيم كي العاده، تكونوا مرحبا بالقناه، ادعوكم الاشتراك بها، وانتظروا في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.